لسه الأحداث في فلسطين متصدرة الترند في كل العالم وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من بين كل الفيديوهات والصور اللي انتشرت الأسبوع ده اخترنا فيديو حقق ملايين المشاهدات بسبب تجسيده لمعاناة الشعب الفلسطيني. وزي ما احنا شايفين الفيديو ظهر فيه طفل رضيع وهو نايم على سرير أطفال محروق وسط الخراب والدمار، وإخواته الصغيرين بيحاولوا يسكتوه ويلعبوه في مشهد بيجسد البراءة والمعاناة مع بعض. Yeah.